هو انا يعني ممتنع عن الخلفة لان الامور ما بيننا يعني مش متظبطة، فانا ممتنع عن الخلفة، فده في حرام ولا؟ هو بيطلبها ولا ايه؟ هو طلبها مني يعني اكتر من مرة، بس الامور يعني بيننا مش احسن حاجة، يعني في مشاكل كتير. لا، ما هو اذا كان زوج فمن حقه ان ينجب، اذا انت مش عايزاه فارقيه. احنا في ما بيننا اولاد وكده. ما هو ما ينفعش كده، هو زوج يريد ان ينجب وانت صحتك تتحمل او متهالكه. هو احنا معانا 3 اولاد يا شيخنا، ما لي 3 اولاد، انا عايز 10 اولاد، 20 ولد. انا بسأل سؤال، صحتك تتحمل او لا لا هو تتحمل؟ انا صحتي كويسة، بس يعني احنا ممكن في اي وقت يعني لا، ليس من حقك ان تمتني عنه ولا ان تمنعيه الانجاب. السلام طب عليكم. ولو كان فيهم انفصال يا شيخنا؟ طيب خلاص انفصل، حرام انت حرة. حرام الولاد. لا لا، مش حرام الانفصال، مش حرام الطلاق، مش حرام، لكن امتناعك عن فراش الزوجية حرام. أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وثانيا أيضا من حقه أن ينجب كزوج.